نعم، خلال الساعات الفائتة كثفت إسرائيل والجيش الإسرائيلي من استهداف مناطق مختلفة ومتفرقة من مدينة غزة وأحياء. حتى هذه اللحظة هناك عمليات قصف إسرائيلي من المدفعية الإسرائيلية في محيط شارع رقم 8 تحديدا، محيط الكلية الجامعية ومنطقة المطلبة، وكذلك المناطق الجنوبية الغربية لحي الزيتون وفي محيط دوار الكويت. كل هذه المناطق كانت خلال الساعات الفائتة حتى هذه اللحظة عرضة لعمليات القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية، سواء كانت من الطائرات المسيرة أو من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. كانت هناك سلسلة من ذوي انفجارات متتالية في أكثر من منطقة. كان هناك استهداف من قبل طائرة حربية إسرائيلية استهدفت محيط مجمع التحرير، المجمع الإسلامي في حي الصبرا جنوب مدينة غزة. هذا الاستهداف أدى لارتقاء أحد المواطنين ونقلوا إلى تم نقله عبر الدفاع المدني إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني. أيضا هناك استهداف منزل في يعود لعائلة السلامة تحديدا في حارة الرئيس في حي الصبرا أيضا جنوب غرب مدينة غزة وفي محيط منطقة الصناعة. هذا الاستهداف أدى إلى حدوث أضرار بالغة في المنزل الذي تعرض للاستهداب، ووصلت الطواقم الطبية، سيارات الإسعاف، وكذلك جهاز الدفاع المدني، وتحاول البحث عن هل هذا المنزل كان مأهول بالسكان أم لا. وفق يعني المصادر تقول هناك عدد من الإصابات في هذه الاستهدافات الإسرائيلية. أيضا كان هناك خلال الساعة الفائتة استهداف بناية سكنية تحديدا في شارع الشهداء مقابل تحديدا مترو في وسط مدينة غزة في حي الرمال تحديدا، ووصلت الطواقم الدفاع المدني في تلك المنطقة. مع العلم أن منطقة الشهداء وشارع الشهداء وكذلك منطقة الرمال هي تعتبر من المناطق الغربية التي يتواجد فيها عدد كبير من الفلسطينيين الذين عادوا مؤخرا إلى منازلهم في تلك المنطقة بعد تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية من المناطق محيط منطقة الصناعة. ولكن تواجد الآليات العسكرية تحديدا في محيط الكلية الجامعية وقرب من دوار الدحدوح على شارع رقم 8 ومحيط منطقة جامع علي من المنطقة الجنوبية، وتقدم في بعض الأحيان الآليات العسكرية الإسرائيلية تقوم بين حين وآخر باستهداف ونسف عشرات من منازل المواطنين المتبقية في حي تل الهوى، وكذلك في بعض مناطق في حي الصبرا، وأيضا في الإدارة المدنية في شمالي القطاع. هو الآخر كان قد سمع ذوي انفجار في تلك المنطقة. الحديث الأول يدور أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا، مع العلم أن الليلة الفائتة كانت في منطقة الفخوري تحديدا في مخيم جباليا شمالي القطاع استهداف منزل للمواطنين لعائلة العمودي. هذا الاستهداف أدى لارتقاء 8 من الفلسطينيين، نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان. مع العلم أن إسرائيل كثفت من استهدافات خلال الأربع أيام الماضية في مدينة غزة وشمال القطاع، وأدى إلى ارتقاء العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وجرح آخرين. مع العلم أن هناك صعوبات بالغة بتواجه الطواقم الطبية وتحديدا جهاز الدفاع المدني من الوصول ومحاولة انتشال جثامين الشهداء التي لا تزال تحت انقاض المنازل. نتحدث بالأمس كانت هناك مجزرة إسرائيلية في مدرسة حمامة إلى جانب مدارس مجاورة فيها أدى الارتفاع نحو 17 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وجرح أكثر من 20 مواطنا. وكانت هناك عمليات نزوح من تلك المنطقة نتيجة التهديدات الإسرائيلية المباشرة عندما تحدث الجيش الإسرائيلي مع أحد المواطنين في تلك المنطقة، وهذا عمل على حالة زعر خوف شديد لدى الأطفال والنساء وكثير من العائلات. مئات الأسر الفلسطينية بقيت طيلة الليلة الفائتة في الشوارع، لا شيء يعني لا يتوفر مكان آمن بالنسبة لهم. وكذلك الطواقم الطبية التي تتواجد الآن في المستشفى المعمداني تشتكي من نقص المستهلكات الطبية والكوادر الطبية المتخصصة. وفق المصادر الطبية التي أكدت للغد في تصريحات، قال أن المستشفى الأهلي العربي المعمداني تقريبا من 75 إلى 80% من العاملين فيه هم من الطلبة ومن المتطوعين ومن المنتظرين، وهناك فقد كبير بالحالة المختصة أو
الأطباء المتخصصين لإجراء العمليات، وهذا ما يتسبب في كثير من الأحيان إلى ارتقاء عدد من الإصابات التي تصفها الطواقم الطبية الحرجة والخطرة نتيجة هذه العوامل. على أي حال حتى هذه اللحظة استهدافات تتواصل بين الحين والآخر، وكانت من الطائرة المصرية أيضا خلال ساعات صباح هذا اليوم كانت هناك غارة إسرائيلية من قبل الطائرة الإسرائيلية مسيرة تحديدا في منطقة شارع نظير في حي الشجاعية الشرقية. هذه الغارة أدت إلى التقاء اثنين من الشهداء وتسجيل عدد من الإصابات، نقل إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة. شكرا جزيلا لك تامر دلول مراسل الغد، كنت معنا من مدينة غزة.